انا رشيد النودي، زيد في 79، وعندي 4 ديال الوليدات، ومدام ديالي كان عندها واحد الوليد وما توفى، والوليد عندي اللي الاخراني مات لي هادي شي يومين باش مات ليا، والمدام عندي مريضه بزاف. اخوكم كيعاني من بزاف ديال المشاكل، اللي هي اول حاجه الكرا محني بزاف 19000 ريال، والماء والضو كطيح عليا ب 22000 ريال في الشهر، وعاد المعيشه اليوميه. واخوكم راه حامل القران الكريم، ولكن الله غالب، الحمد لله، اللهم لك الحمد. وعندي واحد الوليد مريض ليا حتى هو، عنده واحد اليد وواحد رجل ناقص منها، وانا ما عندي لا لاكيس، ما خدام في شركه، ما عندي حتى شي حاجه عند الله عز وجل. هو واحد الكريريسه، وكندور كنجمع الخبز كارم، بهذا المفهوم كنقول خبيز كارم، الله يرحم الوالدين، باش يمكن لي نعيش هاد الاسره هادي بالحلال. واليوم كنطلب من الناس المحسنين، الله يجازيهم بخير، والله لا يضيع اجر من احسن عملا، باش يشوفوا من حالنا ويتعاونوا معنا ويديروا بوجه الله عز وجل وجه الوليدات، والله لا يضيع اجر المحسنين. راني دابا كندوي وراني مبورش، والله لي عالم بيا، راني حابس البكيه، الله شاهد على ما نقول اننا نعيش عيشه ضنكا، ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. السكنه راه غير قويريج كارينو ب 19000 ريال، ما ولا حنين لا رحيم من غير الله عز وجل. والناس المحسنين مساكن والجيران ديالي الله يجازيهم بخير كيتعاونوا معايا وكيردوا لنا البال، الله الله عز وجل هو اللي غادي يخلصهم. والمشكل الكبير اللي كنعاني منه، وهو عندي واحد الوليد عيان شي شويه ومريض ليا، وباغي ندير لي سكالير، وباغي ندير لي تلفازه، وباغي ندير لي بزاف د الحوايجات، ولكن ما وصلتش. يالله مضارب مع القوت اليومي ديالي، مره نجيب 40 درهم، مره 30 درهم، مره 50 درهم، وكل نهار ورزقو. هاد 3 شهور خلصت الكرا، واخا تمحنتي شويه ولكن خلصت، لان مور الدار تا هو باغي رزقو، كيعاني تا هو عنده مشاكل، وخلصت بشويه بشويه تكملت ليه. وباقي هاد الشهيان راه هو مسافر، باقي ما جاش، راني جامع لي شي بركه، ولكن ملي مات ليا ولدي والمدام عندي وقع لها ايموراجي وكاينه شويه المصاريف، وانتم عارفين هاد المسائل هادي، هزيت لي بديك فلوس الكرا باش غادي باش قضيت الغرض. حتى ان شاء الله تعالى الا ساعدني راني غادي نجمع ليه شويه بشويه، ما ساعدنيش راه غادي نشوف شي حبيب يسلفني باش نخلص ليه هاد الشهر هذا. كنتمنى ان الحال ديالي يتبدل، وكنتمنى من الله عز وجل انني فاتني الركب، انا بغيت ولادي يكونوا احسن مني، وبغيت ولدي يداوى، والمدام عندي راه مريضه، وانا كنعيش العوز والفقر، والحمد لله. احنا اللهم لا نشكي ولكنه خبر، اللهم لا نشكي ولكنه خبر. انا كنتمنى وليداتي يقراو يكون عندهم مستقبل زاهر ونقدوا غير روسهم، اما الا بقينا في هذا الحال راه المستقبل ولادي راه ظلمه. شحال من حاجه كنتمنى لهم، ولكن الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد.